شكرا يا اخوان في المملكة، شكرا يا اخوان في المملكة، شكرا يا اخوان في المملكة. سعيد جدا، والله اني سعيد، والله اني سعيد. هذا اللي يقول يا اخي. ليش هالعبرة ابو يوسف؟ يعني ليش هالدموع اليوم تطلع؟ حبي لي شفته خلاصة 44 عام من خلال الميكروفون. أتذكر زملائي، تذكر الحقيقة المعلقين اللي زاملوني، المعلقين اللي ابتعدوا عن الساحة في ظروف صحية، وأعرف عشت معاهم خلال 44 سنة دون انقطاع. هذا الشيء طبعا يحس في نفسي. أنا ما أقول إلا صورة، صورة مع التحية لأعضاء الشرف والناس اللي قادرين يسعدونها الآن. زعلان على النصر كابتن؟ زعلان على النصر واللي تشوفه في النصر بعد؟ يعني في الكليب أحمد استعرض تاريخ نصراوي وأرث كبير، اليوم يبدو الله يهدي أحمد. بدنا يعني اطمن الناس اول شيء انه مستحيل احنا في المملكه، ولو انا حتى رئيس رعاه الشباب انهبل مثلا، الدوله لن تسمح له، والدوله لن تسمح انه بيكون في اي شيء يعني يخالف دينه. هذا شيء واضح. ولو حتى الدوله سمحت لا قدر الله وانا في دوله ثانيه وجاء شيء بيخالف ديني لن اعمله، لانه يا اخي اخر شيء الواحد ما بقارب من العمر مثل اللي راح، واخر شيء يعني كلنا سنحاسب. والله يا تركي يعني أنا أشعرني صغير جداً أنه أنا أقابل كل هذا بالكلام. يعني هذا فعل، يعني السعودية اللي أقدر أقول أن السعودية مصنع رجال حقيقة، مصنع أبطال. يعني الناس اللي يقدمون يا ساتر، نقول حسبي الله، حسبي الله على مكان السبب. بس السبب في ايش؟ في الوضع اللي وصل له النادي الاتحاد. حسبي الله، من السبب؟ خلص اللي هو من يكون؟ تعرف انت؟ طيب لا، من يكون يعني من يكون السبب يعني هذا هو. يلا الله يعين ان شاء الله. اللي قاعد يتكلم الان منصور بلوي الرئيس الاسبق ولا المشجع اليوم؟ عمر منصور بلوي ما نظر إلى منصب في نادي الاتحاد إنه كرئيس أو كذا. منصور بلوية عاشق محب لنادي الاتحاد. أنا أتيت من مدرج الاتحاد وعدت إلى مدرج الاتحاد، وسأظل إن شاء الله عاشق للاتحاد. لولا الوعد اللي بيني وبينك يعني أنا ممنون جدا، حاسس إنه يعني أنا ممنون جدا، وأنا عارف طبعاً وأنا عارف مدى التأثر وأعرف علاقتك الجيدة بدياب عوانة. آخرهما يعني أشهر عداء في العالم الجامايكي، يعني وقفوه كان بريء، عينته طلعت لما رجعوا حللوا مرة ثانية لقوا عنده منشط. أنا ما أتكلم عن خطأ، أتكلم أنت ليش إلى الآن واقف ضدي؟ أنا أطلع لك أقول لك مستندات، تطلع في الراديو تقول أنا ما دخلت على الموقع. لهالدرجة الرياضة السعودية ما تعنيك شيء؟ لهالدرجة لاعب ما يعنيك شيء؟ بلاش لاعب لهالدرجة. يعني انا يعني تسمح لي يا اخوي تركي والاخوان، او يعني اوجه كلامي مع الاستاذ تركي الشهري، يعني هل لهالدرجه ممكن لاعب؟ ريح يا كابتن. يعني انا احيانا والله احسن على جمهور الاتحاد، اقعد اتفرج كذا اطالع ايش يعني شيء والله يبكيك على الجمهور ذا اللي يحضر. جمهور دخله بسيط يا جماعة، بدخله والله ما يدخل شيء، ما عنده أغلبهم من أماكن شعبية أعرفهم كويس. شيء يقهر والله، شيء يقهر. أحزنك كثير أنا، شوف والله يحزنني جمهور الاتحاد، ما يحزنني شيء، الجيل ذا ما يحزنني صراحة. أنا يحزنني الجمهور ذا الغلبان اللي يحضر للمدرج ولا يلاقي أحد يعني عنده قلب إنه يفرحه. هذا اللي يقهرك. طيب فيك ذا صارت كذا معنا حبي لهم. وجماهير نادي النصر العظيمة اللي وقفت مع هذا النادي
وبحول الله يسعدونهم الإدارة الجديدة وأعضاء الشرف بحول الله، فهي أعظم جماهير على وجه الأرض.